عندنا تكليفات من السيد الوزير المحافظ محمد كمال الدالي والسيد النائب اللي هو على الرأس نائب السيد المحافظ، ان في قرارات اتشكلت وفي لجان اتشكلت بناء على القرارات. اللجان دي مختصة بمراجعة السلع الغذائية اللي موجودة في نطاق الحي، باللجنة مشكلة من الصحة والتومين والطب البيطري، مرور على المحلات للتأكد من صلاحية السلع الغذائية، للتأكد من الأسعار اللي هي موجودة على السلع، التأكد من مصدر السلع، إلى جانب طبعا إنشاء معرض أهلا رمضان موجود في شارع المحطة، وده في حوالي 40 باكية من السلع الغذائية المخفضة، وفي باكيتين جزارة ولحوم ودواجن وأسماك للمواطنين في حي شمال الجيزة بأسعار مخفضة، وده مستمر معنا طوال شهر رمضان المبارك. التكليفات برضو ان احنا بنركز على المساجد من حيث رفع كفاءة النظافة والإنارة حوالين المساجد ورفع الإشغالات حوالين المساجد، إلى جانب الحملات اليومية اللي موجودة في الحي للمرور على رفع الإشغالات اللي موجودة في الشوارع، إلى جانب طبعا هناك تنظيمات وقرارات صادرة معينة بحيث الشوادر الرمضانية الموجودة والموائد الرحمن اللي بتتعمل في الشوارع ليها نظام معين ووفقا لضوابط معينة بيتم التعامل معها بره عن طريق الحي. طبعا العمل خلال شهر رمضان على أعلى مستوى، العمل بره مكثف خلال شهر رمضان لأنه شهر كريم، مستوى النظافة بيكون على برضو مكثف في خلال شهر رمضان لأنه بيبقى فيه مخرجات كتير جدا برضو خلال الشهر. إن شاء الله طبعا إحنا مستمرين، وإن شاء الله عندنا طموح إن إحنا نحقق أمال المواطن شيء حي شمال، إنه يشوف حي مراقي، حي على أعلى مستوى في كافة المجالات.